قالنا كان هي هذه صناعة الجد دبلنا احنا حيين نقولوا ان شاء الله حتى عيالنا يتعلموها. نقلنا تدخل 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 عليك معناها ما تخليكش معناها انا محتاج. انا نقولك حتى الوقت احنا ما نحصل فيه راه. ولا نقعد بست شهور بسبع شهور ما نحصل شيء. لكن هذانا لما عندنا كانت يجي واحد معناها فقط الطب منه طبعا باهية نحصل الحمد لله باش نمشي امورنا. لا والله الحمد لله هن دخلنا عينا بالحقيقة والله هذا اللي دخلنا عينا في ال... يعني احنا نشوفه في الحصيرة كان يشوفها من مصر يعني تختلف الصناعة متاعها وحتى المواد تختلف. يعني كانت الحصيرة المصرية غازية السوق زمان في نفس الوقت تنافس كانت الحصيرة متاعتها ورقة في اللي يجيبوا فيه من برا يعني.